أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بدأت موريتانيا العام الجديد بتداول أوراق نقدية وقطع معدنية جديدة ستحل محل الأوراق والقطع المالية التي كانت متداولة. وتقول الجهات الرسمية إن الهدف من الأوراق والقطع المالية الجديدة هو الحفاظ على قيمة العملة، فيما يثير آخرون مخاوف من أن يكون الإجراء الجديد من شأنه تعويم العملة وخفض قيمتها في السوق. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. موريتانيا تبدأ عام 2018 بتداول أوراق نقدية وقطع معدنية جديدة لتحل تدريجيا محل الأوراق والقطع المالية السابقة التي يرتقب أن ينتهي التداول بها نهائيا بعد 6 أشهر. تقول الجهات الرسمية المعنية إن الهدف من الإجراء الجديد هو الحفاظ على قيمة العملة وتحسين أداء وتنافسية الاقتصاد الوطني للبلاد. وتتحدد قيمة الأوراق والقطع المالية الجديدة في موريتانيا بنزع الرقم 0 منها مع الحفاظ على بقاء قيمتها كما كانت. وقد بدأ الإقبال على البنك المركزي والوكالات المصرفية في موريتانيا من أجل إبدال الأوراق القديمة بالأوراق المالية الجديدة وسط حالة من الارتباك في أوساط المواطنين الذين ألفوا تداول العملة القديمة. وقد أصدرت الرئاسة الموريتانية قبل أيام مرسوما يتضمن إجراء تطبيق الأمر القانوني المتضمن إنشاء الأوراق والقطع النقدية الجديدة، وتتولى شركتان متخصصتان إحداهما كندية والأخرى فرنسية طباعة الأوراق وسك القطع المعدنية الجديدة وسط تأكيد رسمي على أنها أكثر أمانا من سابقاتها ضد المحاكاة والتزييف. يشكك بعض الاقتصاديين والساسة المعارضين الموريتانيين في الهدف من تغيير الأوراق والقطع المالية في البلاد، ويعتبرون أن الإجراء الجديد من شأنه تعويم العملة وخفض قيمتها في السوق، كما يثير البعض مخاوف من عدم ضبط الأسواق وما قد يصاحب التداول الجديد للعملة من فوضى على مستوى الأسعار، خصوصا وأن الوحدات الجزئية النقدية التي لم تكن لها قيمة أضحت مع النقد الجديد ذات قيمة هامة. في الاستوديو الدكتور حمودي والشيخ نور العلي، أستاذ جامعي وباحث في المجال الاقتصادي، أهلا وسهلا بك، يعطيكم العافية. من الناحية الاقتصادية، ما أهمية استحداث أوراق نقدية وقطع معدنية جديدة كبديل طبعا عن الأوراق والقطع التي كانت متداولة ولا تزال حتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الكريم. أولا نشكركم على هذه الاستضافة في هذا الوقت المهم بالنسبة لموريتانيا، خاصة أنها تمر من مرحلة يجب أن يفهم الجميع ضرورة نجاحها وضرورة أن تمر بسلاسة، خاصة وأننا أمام يعني تحول في مجال يعني وسائل تقويم الثروة الوطنية. بالنسبة لهذا هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على يعني هذه الأدوات أدوات يعني التبادل، وهذه العملة التي كانت تمثل وسيطا للتداول وتقييما للثروة، وفعلا يعتبر تحول يعني استبدال الأوراق القديمة بالأوراق الحديثة. من وجهة نظري شخصيا لا تترتب عليه قيم يعني في التحول في مجال مركز الثروة، وإنما تتحول عليه حسب ما فهمت حرص من السلطات النقدية على أن تكون هذه الأوراق أكثر قابلية يعني مقاومة مراحل التداول المختلفة، وما قد يترتب عليها أيضاً يعني انخفاض الكلفة التي كان يعني تتحملها الدولة في سبيل الحفاظ على تلك الأوراق القديمة التي تعتبر بالنسبة لها ربما تكون كانت يعني غير مقاومتها غير يعني مناسبة لطول عمر التداول. من ناحية أخرى كذلك يعتبر قد يكون له هدف اقتصادي بحت، وهو أنه فعلا يعتبر هدف من أجل معرفة الحجم الكتلة النقدية على مستوى حيز الدوران في موريتانيا. طيب. وبالتالي معرفة إلى ذلك أريد أن أعرف يعني برغم تداول هذه القطع الجديدة المالية يعني كيف يمكن الحفاظ على قيمة العملة؟ هنالك محددات اقتصادية معروفة وهي التي يحتكم فيها لقيمة العملة، وهي حجم يعني قيمة صادرات موريتانيا في الخارج، يعني قيمة الاقتصاد الموريتاني إذا كان حدث هنالك تحول وتوسع في إنتاج قطع الوجه للصادرات وبالتالي الحصول على موارد
عمودات صعبة، هذا يمكن أن يؤثر على ميزان المدفوعات وبالتالي يعزز من مركز الاقتصاد الموريتاني، وهنا تحافظ الدولة على مركز الأوقية كوسيلة للتبادل ومدخل القيمة وكيعني وسيلة دفع. أما في الحالة الأخرى وهي حدوث عجز متنامي وحاجة مستمر، ففي هذه الحالة تلجأ الدولة إلى 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 يعني ضرورة أن تنقص قيمة هذه العملة مقابل العملات الصعبة. وفي كلتا الحالتين أنا أعتقد أنه في هذه المرحلة التي تمر بها الآن موريتانيا، حسب ما أوضحت السلطات النقدية وحسب ما فهمنا كاقتصاديين، أن القيمة قيمة العملة الإسمية القيمة الحقيقية للعملة لم تتغير، وإنما تغير الاسم، بالتالي تغير الدخل الإسمي وبقى الدخل الحقيقي بحاله. يعني المراكز المالية لأصحابها لم تتغير نهائيا، وليس للإسراء حسب حتى الآن هي انعكاسات سلبية. طيب هو أيضا يثير بعض المخاوف من أن يكون الهدف هو تعميم العملة وخفض تعويم العملة وخفض قيمة السوق، يعني هل الأمر مستبعد أو كيف؟ يمكن أن نحتكي بهذا المجال من أجل القول رجل معناها رأي اقتصادي بحت، هو أن مجموعة المؤشرات الاقتصادية التي نحتكم عليها في سبيل تحديد مسار أو توجهات الاقتصاد الموريتاني. وفي هذا الإطار أؤكد أنه من خلال الأسبوع القادم الماضي كنا في محاضرة جامعة نواكشوط، كانت هنالك يعني عرض لهذه يعني المؤشرات الاقتصادية الكبرى محددات الاقتصاد الموريتاني توجهاته، صادرة عن صندوق النقد الدولي خاصة موريتانيا الموريتاني، تؤكد على أن الاقتصاد الموريتاني التوقعات في المستقبل القريب لا توحي بأن الاقتصاد الموريتاني في تتربص به مسائل قد تؤدي به إلى الانزلاق، وبالتالي انخفاض حجم الاقتصاد الموريتاني، وإنما هذه المؤشرات تؤكد على أن هناك حالة نوعا من الاستقرار النسبي والنمو المتباطئ نوعا ما بالمقارنة مع السنوات الماضية، وبالتالي يعني أنا المخاوف أنا أستبعد تماما أن تكون هنالك يعني هذه المقدمة حسب هذه المؤشرات طيب هو المخاوف من عدم ضبط الأسعار أيضا مسألة مطروحة، يعني على اعتبار الأوقية وأجزائها أضحت لها قيمة، يعني كيف يمكن تجنب هذه المخاوف؟ أنا أقول لك أنه في الأسبوع الماضي فعلا شهدت السوق المحلي ارتفاع كبير في قيمة العملة الصعبة مقابل الأوقية، وهذا سبب من عدم ثقة بعض الناس في هذه الإجراءات المتخذة، وهو شيء بالنسبة لي أيضا كأستاذ اقتصاد أقول بأنه يعني غير وارد، لأنه نحن الآن نستورد جميع السلع المستوردة تستورد بالعملة المحلية معناها بالعملة الصعبة، وإذا كانت هذه العملة الصعبة أصبحت يعني بأسعار مرتفعة من الطبيعي أن تكون أسعارها في هذه الفترة أو المستورد منها على الأقل في هذه المرحلة ينعكس بشكل أسعار مرتفعة، وإن كان اللجوء لبعض الاقتصاديين معناها بعض رؤوس الأموال إلى السوق من أجل يعني حماية مدخرات من خلال اللجوء إلى العملات الصعبة الأخرى يعتبر بالنسبة لي غير وارد، خاصة أنهم بعد فترة شهر أو شهرين ويعني تسير الأمور بشكل طبيعي سيجدون أنهم وقعوا في خطأ استراتيجي، خاصة وأنهم يحاولون حماية ممتلكاتهم وقدراتهم المالية من خلال الاحتفاظ بأوراق الأورو والدولار على مقابل العملة، وهو ما سيجدون آنذاك أن العملة فعلا هذا حواهرة ظاهرة الآن مؤقتة وغير طبيعية، وبالتالي بعد شهرين ستعود الأمور إلى مجراها، وبالتالي سيجدونهم خسروا يعني على الأقل فارق في سعر الصرف الحالي الناجم عن الطلب المرتفع بفعل التخوف، وبعدما تزول حالة التخوف ستعود الحالة إلى طبيعة، وبالتالي يجدون أنفسهم فعلا في خارج عن طيب ما تقويمك لواقع الاقتصاد الموريتاني اليوم؟ وأنت يعني ذكرت قبل قليل أن الاقتصاد هو الذي يحدد قيمة العملة، ويعني العملة هي رهينة، قيمتها رهينة للاقتصاد. نتحدث عندما نتحدث عن ما يمكن أن يعتمد في تقييم العملة، نتحدث عن قطاع خدمات جيد، عن صناعة جيدة، عن زراعة جيدة. كيف ترى واقع الاقتصاد الموريتاني في ظل هذه؟ أنا لم أقول أن العملة يعني الآن قيمتها جيدة بالمعنى يعني قيمتها جيدة بالمقارنة مع ما كانت يعني قيمتها قبل الإعلان عن هذا الإصلاح في وسائل الدفع بالنسبة للاقتصاد الموريتاني. قبل هذه المرحلة أعتقد أن المؤشرات الاقتصادية الكبرى كلها تؤشر على أن الاقتصاد الموريتاني يعني بمنتجاته وبتعدد إنتاجه أو التحول باتجاه هذه المنتجات التي يجب أن تكون فعلا مصادر مختلفة للدخل القومي حتى لا يكون رهينة فعلا لمادة واحدة. هذا أعتقد أنه في هذا الإطار الأوقية لم يطرأ عليها حادث حتى الآن، يطرا عليها اي عوامل اكثر من فعلا ان اجراءات التوقع والتوقع المضاد هي توقعات
بالعاده اصلا تؤثروا على المسار الاقتصادي. اذا الدكتور حمودي والشيخ نوال العالي استاذ جامعه وباحث في مجال الاقتصاد كنت ضيفنا، شكرا جزيلا.